الرابع من نيسان أبريل 2019 نشب القتال على أبواب العاصمة الليبية طرابلس بين قوات الجنرال خليفة حفتر المتمركزة شرقي البلاد من جهة وحكومة الوفاق المعترف بها دولياً آنذاك برئاسة فايز السراج من جهة أخرى والتي اتخذت العاصمة مقراً لها. في اليوم نفسه راقب الليبيون محاولة أممية أخيرة لإسكات طبول حرب ليبية ليبية. السلام عليكم. لا يوجد حل عسكري لأي مشكلة بالعالم، ولا يوجد حل عسكري لمشكلات ليبيا. لم ينصت المتحاربون لدعوات الحوار، ولنحو عام لاحق على صوت المعارك فوق أنين ضحايا عانوا من انتهاكات ارتكبتها بحقهم كافة الفرق المتنازعة. أحمد فرج كان شاهداً على قتل ولديه في مدينة ترهونة غربية ليبيا. لا إله إلا الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة. حسبي الله. قاموا بشهر السلاح في رؤوسنا أنا وأولادي، انزل انزل نزل الشباب نزلني، قال الشباب يخليه، ومن تم اطلاق النار على اولادي اللي هو علي ومحمد رحمهم الله. هذه الحادثه وتجاوزات اخرى وصفتها البعثه الامميه لتقصي الحقائق في ليبيا بانها قد ترقى لمستوى جرائم الحرب. كل الخروقات الجسيمة للأسف الشديد موجودة في ليبيا، كالقتل خارج القانون والاختطاف والاعتقال التعسفي وكل ما يمكن أن تتصور من بشاعات يمكن أن يمارسها البشر في لحظات الطيش وفي غياب القانون. في هذا التحقيق من الحرة تتحرى نعرض بالأدلة فصولاً من الجرائم التي ارتكبتها أطراف النزاع الليبي ونكشف المسؤولين عنها. كيف تلطخت أيدي المتصارعين بدماء المدنيين؟ ولماذا حاولوا جميعاً دفن الحقيقة؟ ضعف المحاسبة واحدة من أكبر مشكلات ليبيا، فهؤلاء المتورطون بارتكاب انتهاكات بحق الليبيين يشعرون أنهم في موضع قوة وأن الأطراف الدولية ستدعمهم وتغض الطرف عن أفعالهم أو ترفض محاسبتهم بأي شكل. قبل معارك طرابلس وفي شباط فبراير 2019 اصطدم طموح قوات حفتر في السيطرة على الجنوب الليبي الغني بالنفط بمواجهة أبدتها عرقية التبو التي والى أبناؤها حكومة الوفاق، فاشتعل القتال حول مدينة مرزوم جنوبي البلاد. تم مقاومة حفتر لمدة 23 يوم، يوم 22/2 دخل مدينة مرزوم بحوالي 400 سيارة مسلحة. لكن صعوبة استمرار السيطرة على المدينة دفعت قوات حفتر لاستخدام الطيران. غرفة العمليات القوات الجوية أرسلت طائرات استطلاع وطائرات مسلحة إلى المنطقة بضربات جوية دقيقة جدا. خلفت الغارات 46 قتيلاً وصفتهم قوات حفتر بالمرتزقة الإتشاديين، لكن رابطة ضحايا مرزوق جمعت أرقام الهويات الوطنية للقتلى لتثبت أنهم مدنيون ليبيون من عرقية التبو. ناس أبرياء، ناس مواطنين عزل مدنيين، لا حول لهم ولا قوة إلا ذنبهم هو إنهم من مكون التبو فقط. الهجوم الجوي كان محل تحقيق أممي رجح أن مرزوق تعرضت لأربع غارات متتالية، وهو ما يعرف بالضربة المزدوجة. الضربة المزدوجة مصطلح يشير لتعمد الانتظار فترة بعد الغارة الأولى لحين وصول المسعفين والمحققين الذين يستهدفون حينها بغارة ثانية. لكن الفريق الأممي لم يتثبت من استنتاجه،
إذ لم تسمح قوات حفتر لعناصره باستكمال تحقيقاتها. اتخذنا كل التدابير اللوجستيكية لإفادة وفد الباحثين إلى الجنوب، لكننا للأسف لم نتمكن من إنجاز هذه الزيارة. إلى تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة لمحاسبتهم في القصف الذي أدى إلى مقتل مدنيين. نشرت قناة محلية هذا المقطع الوحيد لموقع القصف بعد ساعات من الهجوم. بعدها أحكمت قوات حفتر سيطرتها على مرزق، فبات التحقيق في الأمر مستحيلا. فعند أي حصيلة سيتوقف حفتر؟ هناك بعض المناطق في ليبيا لا أتصور أن الظروف الأمنية فيها تسمح بإجراء أي تحقيق، ليس فقط من ناحية أمن باحثينا، وإنما أيضا أمن الأشخاص الذين سيتحدثون إلينا، فقد يتعرضون للانتقام. حصل فريق الحرة تتحرى على مقاطع حصرية من نشطاء محليين بدا أنها لموقع القصف ذاته. فهذه السيارة في الصور التي وصلتنا تشبه تلك التي نشرت ليلة القصف بنتوءات وصدى إبابها وملامح صندوقها المدمر، كذلك الشظية الموجودة في الصور التي حصلنا عليها تماثل تلك المنشورة صورتها بعد ساعات من الاستهداف بانبعاجاتها وانحناءاتها. الضربة الأولى قلنا ساعة 4:30. في الضربة الأولى كان في مكان الضربة في السيارتين، المسعفين بعد جو بسيارات خاصة، سيارات مدنية خاصة، بعد جو وصل المكان، في هذاك المكان تم القصف الثاني. تظهر هذه السيارة في موقع الغارات كما حدده التقرير الأممي، الموقع الذي لا توضح صور الأقمار الصناعية عدد الغارات التي تعرض لها ذلك اليوم، لكن المقاطع التي حصلنا عليها تجيب عن ذلك. حاولنا التأكد أولاً من أن هذه المقاطع التقطت بالموقع ذاته عبر تمييز عدة علامات كتلك المنازل ومكب نفايات هذا وهذه البنايات والمدقات التي تشق المكان. هذه العلامات تشير إلى أن المنطقة التي يقول السكان إنها شهدت يومها حفل زفاف تعرضت لأربع ضربات جوية. ما فيش والله، قريب أنا لكن عشية. بيتي لا يبتعد كثيرا عن موقع القصف، وعندما ذهب ابن الأصغر عبد السلام إلى موقع حفل الزفاف سمعنا صوت الضربة الأولى، فطلبت من ابن الأكبر فرج أن يذهب للبحث عن أخيه، فقتل هو الآخر في الضربة الثانية. أكثر عدد الموتى في القصف الثاني، القصف الأول والثاني في نفس المكان، والثالث في مكان أبعد 100 متر مسافة، والرابع نفس الشيء. استكملنا بحثاً اعتماداً على صور الشظايا للوصول لهوية السلاح المستخدم، فمواضع تثبيت زعانف القذيفة وفتحات التوصيل ومواقع الربط كلها تمثل بصمة للصاروخ الصيني الصنع بلو أرو 7، وهو الاستنتاج ذاته الذي توصل إليه فريق التحقيق الأممي في أعقاب القصف. التقرير الأممي ذاته وجد أدلة على أن هذه الصواريخ وصلت لقوات حفتر من دولة الإمارات. تقترن صواريخ بلو أرو 7 بطائرات من طراز وينغ لونغ 2 والتي تم تشغيلها في ليبيا كدعم لقوات حفتر من دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2016. ترد وزارة الدفاع الإماراتية على استفساراتنا حول نشاطها العسكري في ليبيا، فيما توثق صور الأقمار الصناعية وجود مسيرة وينغ لونغ 2 في قاعدة الجفرة التابعة لقوات حفتر خلال آب أغسطس 2019، الشهر ذاته الذي شهد الغارات على مرزق، وهو ما تعده منظمات حقوقية دولية
خرقاً لقرار أممي صادر منذ 2011 بحظر توريد الأسلحة لليبيا. نشهد استمراراً للانتهاكات ضد الليبيين من كافة أطراف الصراع، كما نشهد خرقاً واضحاً لحظر توريد الأسلحة لليبيا من الجانبين. لم تكن الإمارات الطرف الوحيد الذي انتهك ذلك القرار. تظهر صور الأقمار الصناعية بين أيار مايو وحزيران يونيو 2019 بناء 5 حظائر لطائرات مسيرة من طراز بيرق دار تسلمتها حكومة الوفاق من حليفتها تركيا، طائرات قصفت مناطق مدنية وفق تقرير أممي. في 3 يونيو حزيران 2020 قتلت 4 غارات متتالية بطائرات دون طيار ما لا يقل عن 12 شخصاً في بلدة قصر بن غشير جنوبي طرابلس. إن الأسلحة والمركبات الجوية دون طيار المستخدمة في الهجوم صنعت في تركيا. حدد فريق إيربورز البريطاني المختص بتوثيق جرائم الحرب موقع الاستهداف في منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس، منزل سكني بطريق المنارة تقطنه عائلة اللافي. يوم التاريخ 4/6 محمد اللافي سكان تيق المنارة، ضربنا الطيران استطلع شيء بالضبط سيارة الصراج، ضربونا العائلة كلها ماتت، ماتوا قريب 12 نفر، واخوي راسه انقص والثانيين قاعدين في العمليات ومستشفى ترهونة، ضربنا 4 ضربات. في نفس اليوم الذي وقعت فيه هذه الغارات استعادت حكومة الوفاق سيطرتها على منطقة قصر بن غشير، ما قطع الطريق أمام الفرق الأممية للتحقيق. ينبغي التحقيق في هذه الغارات كل على حدة، لكن ذلك يقتضي أن تتعاون السلطات وتسمح بذلك، سواء بواسطة جهات محلية أو منظمات دولية أو بعثة تقصي الحقائق الأممية. لم تكن منطقة قصر بن غشير ومرزوق مسرحي الانتهاكات الوحيدتين، فالنزاع المسلح الذي خيم على عموم البلاد أوقع أطرافه ضحايا بين المدنيين في أجزاء أخرى من ليبيا. فأين حدث ذلك؟ في الجزء الثاني من هذا التحقيق. لحظة صادمة في حياة محمود هرودة، فقد قاده البحث عن شقيقاته المختطفات لمقبرة جماعية بمسقط رأسه ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس. ٢٠١٩ أخواتي تمت تصفيتهم في نفس الليلة في القضائية، معناها مؤسسة عسكرية وقانونية، وعلى عينك يا تاجر قدام قضاء ترهونة وأمن ترهونة ورجال ترهونة، 3 نساء قتل في نفس الليلة بكل دم بارد، بعدين رفعوهم غادي للمقابر لقيناهم في شهر 10. حين قتلت الأخوات هرودة بسجن القضائية كانت أجهزة ترهونة كلها خاضعة لميليشيا مسلحة تتبع قوة حفتر وتسمى الكانيات، نسبة لعائلة حكمت المدينة بالخوف منذ عام 2012. عائلة الكاني عائلة سكان مدينة ترهونة من القديم، بعد مقتل شقيقهم طبعاً كانين في اللجنة الأمنية، شقيقهم علي الكاني تم قتله من أفراد عصابة من داخل ترهونة، فبدو انتقام لشقيقهم علي قتلوا أفراد العصابة، تقريباً قتلوا عضو مجلس الانتقالي عن مدينة ترهونة عبد الباسط بن عامة. في 2017 أغرت قوة الكانيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، فضمتها لجيشها بموجب ذلك القرار تحت مسمى اللواء 7 مشاة، وأغدقت عليها بدعم سخي.
ذكر شاهد مطلع على الأوساط الداخلية ضمن الكانيات أن وزيراً حكومياً كان يدعم الميليشيا مالياً بمبالغ طائلة في العام 2017 وزودهم بخمسين آلية مصفحة وصلت عبر مصراتة. شهر العسل لم يدم طويلاً، فأول ما وجهت هذه الآليات المصفحة كان صوب حكومة الوفاق رغبة من الكانيات في الهيمنة على طرابلس. مثل تحرك اللواء السابع انقلاباً فاشلاً، حولت بعده ميليشيا الكاني ولاءها وانضوت تحت راية قوات خليفة حفتر، ولكن بمسمى جديد هو اللواء التاسع. كانت معظم انتهاكات الكانيات في فترة معارك طرابلس، لكننا اكتشفنا أيضا أن الميليشيا أوقعت ضحايا من المدنيين قبل تحالفها مع حفتر، أي عندما كانوا تابعين لحكومة الوفاق، لذا فهي مسؤولية مشتركة بين الوفاق وقوات حفتر. في تموز يوليو 2022 أفردت البعثة الأممية لتقصي الحقائق تقريراً كاملاً لرصد جرائم الكانيات في ترهون. عائلات بأكملها استهدفها مسلح الميليشيا كعائلة بوكليش. الجريمة الأولى اللي هي في 2015 خطف سليمان تم قتله ورميه في منطقة اسمها الدون. في 2017 في شهر 6 بالضبط تم الهجوم على عائلة بوكليش وقتل 14 ضحية، والقوات اللي هاجمك الدعم المركزي الشرطة القضائية، والهجوم الثالث اللي هو خطفوا ابن خالي من البوابة. يختلف الشعار لكن الأشخاص هم نفس الأشخاص اللي قتلونا في 2015 هم اللي قتلونا في 2020، بس يختلف الشعار من اللواء السابع إلى اللواء التاسع. الفاعل واحد، لكن توقيت الجرائم كان معياراً اختلفت معه طريقة تعامل حكومة الوفاق، فبعض حوادث القتل التي نفذت وقت تبعية الكانيات لطرابلس وثقت رسمياً كحالات وفاة طبيعية. طبعاً في 2020 حصلنا على شهادة الوفاة الأصلية، يعني اللي تثبت الواقع مضبوط، يعني مقتول بعيار نارية. في 2017 لم نحصل على أي تقرير، بس وقعنا إن وفاة طبيعية بس، والصور تثبت الغير. يظهر هذا في التناقض الواضح بين صورة جثمان فاضل بوكليش المخضب كفنه بالدماء وبين الشهادة التي حصلنا عليها وأرجعت الوفاة لأسباب طبيعية، لكن البعض يقول إن ذلك كان تجنيباً لأسر القتلى من انتقام أبناء الكاني. أنت لو بتسجل تعطيه أوراق رسمية ولا بتسجل أن قتل غير طبيعي أو قتل بتحقق أنت حتم قتلك. في 2017 في عضو نيابة عد فتح محضر في طرابلس، لما روح تم خطفه لحد الآن مفقود حمزة صقر، هذا من بيتحمل مسؤوليته؟ أنا فتحت محضر في نفس اليوم اللي اختطف به حمزة ومشيت للمركز أين المحضر، قالوا محضر ما فيش، اتلف ما هناش ما لقيناش. إتلاف المحضر لم يجنب عائلة صقر ملاحقة ميليشيا الكاني وأعوانها كقوات الدعم المركزي والتي كان يقودها في ترهون وقتها ذلك الرجل النقيب سالم الساكت. في شهر رمضان متاع 2020 وضعونا في السجن الدعم المركزي أنا وأخوتي. طبعا سالم الساكت لما استدعاني هنا قال لي أنتم جايين للموت، حرفيا هكذا أنتم جايين للموت. نسمعوا في إطلاق نار، ما نعرفوش أن يصير خارج الوحدة، لكن الوضع غير صحيح واضح. يؤيد تقرير أممي شهادة يحيى صقر اعتماداً على صور الأقمار الصناعية، إذ لوحظ تغير في تربة ساحات سجني الدعم المركزي والقضائية المتجاورين منذ منتصف أيلول سبتمبر 2019 ولمدة عام،
تغيرات فسرتها الأمم المتحدة أنها نتجت عن تحول الساحتين لمقابر جماعية ضمت ضحايا أعمال قتل نفذتها الميليشيا انتقاماً لمقتل وإصابة اثنين من أكبر قادتها. بعد مقتل محسن الكاني يوم 13/9/2019 تم إعدام رقم حوالي 37 شخص داخل مقر المؤسسة إصلاح وتأهيل السجن القضائية، والغبيثة تم فقدانهم يوم 20/4/2020 وفترة الأخيرة من حكم الميليشيا الكاني على مدينة ترهون. جمعت الميليشيا أشخاصاً من السجون ومن أماكن أخرى وقامت بتصفيتهم بصورة جماعية، وقدر شهود عدد القتلى بين 35 و70 ضحية. ووفقاً لرواية بعض الضحايا فقد كان سجن القضائية وسجن الدعم المركزي ساحة لما عرف بمجزرة 21 من ديسمبر 2019 حيث قتلت فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص ثأراً لإصابة عبد الرحيم الكاني في هجوم شنته قوات حكومة الوفاق الوطني. توصلت بعثة تقصي الحقائق الأممية لأسماء أكثر من 100 من المشتبه بهم في ارتكاب فظائع ترهونة، لكن من أعلن النائب العام الليبي القبض عليهم فعلا هم 20 فقط. التقينا بأسر ضحايا جرائم القتل اللي ارتكبتها جماعة المسلحة الموسومة بالكانيات، ووضحنا لهم الصورة اللي بإمكاننا إيضاحها للحفاظ على سرية التحقيقات والأدلة. لم يستجب النائب العام الليبي لطلبنا بإجراء حوار حول سير التحقيقات في جرائم ترهونة التزاماً بالسرية. تكتم قوبل بانتقاد من منظمات حقوقية دولية. لا تصلنا آخر مستجدات التحقيقات، وهذه إحدى المشكلات، وليس لدينا أنباء عن سير إجراءات التقاضي، وإن كانت وجهت رسمياً اتهامات للمشتبه بهم، وبالتالي لا نعلم عن أي فترة زمنية من الانتهاكات تتم محاسبتهم، ليس هناك شفافية في هذا الشأن. إلى شرق ليبيا فر قادة الكانيات من ترهونة بعدما سيطرت عليها حكومة الوفاق صيف 2020. منظمة العفو الدولية وجهت سهام النقد لقوات خليفة حفتر لإيوائها متهمين في مناطق سيطرتها وعدم التحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم. طلبنا تعليق قوات حفتر بشأن تلك الاتهامات، فجاء الجواب من متحدثها أنه سيرفع استفساراتنا للقيادة العامة، ومن حينها لم يصلنا رد آخر. أبرز هؤلاء محمد الكاني زعيم الميليشيا الذي طالته عقوبات أمريكية في خريف 2020 قبل أن يقتل بعدها بأقل من عام في بنغازي وسط ظروف غامضة. فيه كل بين الفترة والفترة يتم قبض الأشخاص مجرمين، ولكن ليس المجرمين بالدرجة الأولى، لأن المجرمين بالدرجة الأولى يعتبروا صناديق سوداء عندهم أسرار حتسبب في فضيحة ناس في سدة الحكم. أولئك المسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بليبيا بما في ذلك الفظائع الإجرامية تجب محاكمتهم محلياً أو إن اقتضى الأمر من قبل هيئات قضائية دولية كالمحكمة الجنائية الدولية، لأنه وللأسف بالنسبة للضحايا والناجين فإن العدالة والمساءلة في ليبيا الآن إما خادعة أو بطيئة بشكل مؤلم. بقدر ما شهدته ترهونة ومرزوق وقصر بن غشير من انتهاكات قد ترقى لمستوى جرائم الحرب، فإن هذه المناطق تعد كذلك نماذج للإفلات من المحاسبة والعدالة الغائبة في ليبيا.